by Dr. Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد من قناة Animal World. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال، وصوم طيبين، والأمة العربية والإسلامية بكل خير. النهاردة يا جماعة، قبل ما أبدأ في الفيديو الأساسي بتاع النهاردة، هتكلم عن كام حاجة كده. الناس اللي بتقول لي يا دكتور محمد، انت ازاي بتقول عن الكلب ده هادي مش عنيد، سهل التعامل معاه، عادي خالص؟ يا جماعة، صفة العند دي صفة في الشخصية ذات نفسها، دي بتكتسب عن طريق التعامل مع الأشخاص. بمعنى انت واحد بتحب الشراسة، بتحب ان كلبك يكون شرس، يكون حارس، يكون شجاع، يكون قوي، وبالتالي الكلب بيكسب التلات الصفات اللي انت عايز تعلمها للكلب بالإضافة للعند. يعني اي كلب شرس، اي كلب عنده الشجاعة ان هو يهاجم اللي بيهاجم صاحبه، ده بيكتسب صفة العند. وبالتالي مع التقدم في السن ومع التقدم في التدريبات بتاعت الشراسة بيكتسب صفة العند. وفي ناس قالت لي ان الماستف عنيد جدا، لا يا جماعة، يعني هو العند ده صفة بيكتسبها من عن طريق الشراسة اللي انت او تعاملك الخطأ مع الكلب. يعني انت اول ما بتبدأ لازم تبدأ معاه طاعة، ده الاول، وبعد كده تبدأ معاه شراسة، ده المفروض. يعني بدأت معاه طاعة، اولا بدأت معاه طاعة هيبقى كويس جدا جدا معاك، ومش هيبقى خطر على الاطفال طالما انت عرفته بكل افراد الاسرة. خلاص، يبقى انت علمته طاعة، خلاص هو اتفق معاك ان هو هيطيع، بقى كلب مطيع. بعد كده انت بتبدأ مع شراسة، الشراسة بقى يعني مراحل، الشراسة مراحل، مش اول مرة كده امسك معايا اللي مثلا اللي هو اي ايا كان اللي هو بيعض فيه، وامسك معايا عصاية واقعد اضرب فيه عشان، لا طبعا ما فيش الكلام ده. ان احنا بنبدأ مع الكلب زي الطفل، الطفل بيبدأ بمرحلة اللي هي الاعداد، وبعد كده الحضانة، وبعد كده ابتدائي، وبعد كده اعدادي، زي اي طفل كده، تمام. وبالتالي اي كلب شرس احنا عارفينه، يعني احنا اي كلب بيتعلم شراسة بطريقة على حساب يعني طبع صاحبه، او على حساب ارادة صاحبه ان هو يكون الكلب ده فيها صفة كذا او صفة الشراسة، لازم ياخد العند طبعا، لازم. الماستف اللي هو البول ماستف، انا مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده. يعني هو الماستف اللي احنا قلناه قبل كده، يعني هو المفروض يعني عنيد، هو عنيد، انا معاك ان هو عنيد، بس العند ده ممكن ان انت تتغلب عليه لو جبت الكلب 45 يوم ودربته طاعة، وبعد كده دربته شراسة بمراحل، مش هيبقى عنيد معاك خالص الكلب. يعني المراحل دي مش هتطبق على الكلب ده بس، هتطبق على البيتبول اللي هو اكثر الكلاب عندا في الشخصية من منذ ولادته. يعني هو من الولادة بتاعته هو طبعه كده، هو طبعه ان هو ما يسمعش كلام صاحبه كده يعني، تمام كده. انا شرحت بس الحتة دي عشان اعرف الناس ان ما بقولش حاجات غلط، الحمد لله رب العالمين. انا دكتور بيطري، براعي ربنا في المعلومة اللي بقولها، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهاردة يا جماعة، عشان ما اطولش الفيديو، انا بتكلم النهاردة عشان نخلص سلسلة الماستف. الماستف انا بتكلم دلوقتي عن نابوليون ماستف. كلنا عارفين ان نابوليون ماستف من الكلاب اللي عندها كتير قوي من السينيات الجلدية، الناس اللي بتعاني منها، عنده مشاكل في العين زي البرد البول ماستف. يعني فيهم صفات مشتركة، البول ماستف والنابوليون ماستف عندهم صفات مشتركة في الأمراض، العين، أمراض القلب بسبب تقل الوزن، أمراض المفاصل، هيبديسبليجيا، عندهم مفاصل كتيرة كتيرة بتتدمر من نتيجة الوزن التقيل بتاع الكلاب دي، عندهم أمراض برضو كتيرة جدا زي السرطان، والعياذ بالله، ربنا يعافينا طبعا. عندهم أمراض كتيرة جدا جدا. الكلب ده، بنتكلم عن النابوليون ماستيف، الكلب ده بيعيش من 8 ل 10 سنين، 8 ل 10 سنين. وزن الذكر من 60 ل 70 كيلو، والأنثى من 50 ل 60 كيلو. بالنسبة للطول من عند الكتف 63 ل 77 سنتي، والأنثى من 58 ل 70 سنتي. الألوان كتير، منه الأسود، البروندل، الفون، الأزرق، المهوجني.
الكلب ده كلب، انا بتكلم عن المزاج بتاعه. انا بقول لكم يا جماعة عنيد، بس انت لو اتبعت معاه اسلوب اللي انا قلته، ان انت تبدأ معاه طاعة وبعد كده تدرجه في تدريب الشراسة، هيبقى مفيش يعني هتكسر قاعدة العند دي تماما، وهتبقى اول واحد كسرت قاعدة العند مع كلبك، ودي حاجة في ذات نفسها طبعا انجاز واعجاز. وكمان ان هو من برضو من المزاج بتاعه ان هو بيبقى مطيع، مش خطر على الاطفال خالص خالص، مش خطر على الاطفال، ان هو بيكره حاجة اسمها الخوف، ان هو بيتعدى حاجز الخوف، يعني هو يعني ايه كلب شجاع جدا يعني، وبيحمي صاحبه وكل حاجة، كل صفات الكلب الشرس الشجاع موجود فيه. المشكلة كلها اللي انا بكرهها في كلاب المستف هي امراضه، امراض القلب، امراض الجلطات، بسبب الكسل اللي هو طول اليوم نوم طول اليوم نوم، الامراض القلب، امراض السرطان، امراض كتيرة قوي متعلقة بان هو كلب كسلان، وليس يؤثر ان هو شرس ولا مش شرس. انا بنصح اللي عنده الكلب ده عشان يعني ايه يتخطى حاجز الامراض، طبعا يعني المفروض ان هو يمشي لمدة ساعتين في اليوم. بالنسبة للأكل، أكل بيتي زي ما بنقول، المية كتيرة، لازم يشرب مية، كمية مية كتيرة. بالنسبة إن هو بينام على فرشة، لازم يتفرش تحتيه أي سجادة أي فرشة، بس عشان ما يصابش بالتهاب المفاصل. التهاب المفاصل ده ملوش علاقة بالوزن، اللي هو التهاب المفاصل نتيجة الرطوبة، إن هو بينام على البلاط أو على السيراميك، ده بيسبب التهاب المفاصل، وبيسبب التهابات توصل إن هو بيبقى كيس كده تحت المفصل مليان بص ومليان ابسس. الكلب ده يعني المفروض يعني ان هو يتنظف اللي هو الشعر بتاعه، او لان هو شعرته زي البول ماستف، ميديم، ولا هي طويلة ولا هي قصيرة، يتنظف في كل اسبوع 4 مرات او 5 مرات. انا كده قلت كل المعلومات وغطيت كل التفاصيل الكلب بتاع نابوليون ماستف. رجاء انت لو اول مرة بتشاهد القناة بتاعتي تشترك في القناة وتشير الفيديوهات بتاعتي عشان نكبر ونبقى اكبر قناة للطب البيطري في مصر وفي مصر وفي العالم العربي وفي العالم اجمع. ولو وصلوا اي حاجة اكتبوا في الكومنتس تحت انتوا عايزين ايه. انا الحمد لله لما بكون فاضي برد على كل الكومنتس. كان معكم دكتور محمد من قناة انيمال وورلد. سلام. By Dr. Muhammad.